وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الكوت الناشط المدني حسين الطائي. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين. بداية، متظاهرو بغداد والمحافظات يحشدون لمليونية جديدة لرفض تكليف محمد علاوي لرئاسة الوزراء. كيف استعدت الكوت خاصة وواسط عامة لمليونية الغد؟ أهلا وسهلا أخي الكريم، وحياكم الله وحيا الله مشاهديك الكرام. حقيقة احنا نحب ننوه على قضية جدا مهمة، وهي أنه خلال الأيام المضت خرجنا بتظاهرات يومية متكررة للتمديد ضد تولي منصب رئاسة الحكومة بالنسبة لتوفيق علاوي. أولا هو كان فاسدا بالحكومة السابقة، والكتلة التي ينتمي إليها أيضا فاسدة. من الذي دمر العراق خلال السنوات الماضية ل 17 عام؟ هم نفسهم الكتل السياسية التي حكمت العراق. إذن هم كيف لنا نحن المتظاهرين أو المعتصمين الاعتماد عليهم ونترك القرار بيدهم؟ هم يرشحون كيف ما يشاءون. لا، اليوم القرار يجب أن يعد جميع القرار بيد الثوار المتواجدين بساحات الاحتجاج. ويجب أن ينطلق من هنا، من ساحات الاحتجاج المتواجدة بكافة المحافظات المحتفظة. القرار يجب أن يصدر من ساحة ثوار، من ساحات ثوار أو من ساحات الاحتجاج. لذا يجب الآن اختيار من قبل ساحات الاحتجاج. توفيق علاوي هو فاسد واجى عن طريق المحاصصة. طيب، ماذا بشأن مليونية الغد؟ يعني كيف تستعدون لها؟ والله ان شاء الله ان شاء الله احنا متهيئين بتم الاستعداد للتظاهره المليونيه اللي دعت الى كل المحافظات العراقيه المنتفضه، واحنا بقوه الاستعداد ان شاء الله، وغدا ستكون لنا وقفه احتجاجيه ان شاء الله مليونيه ضد تولي منصب الدكتور محمد. طيب، اتحاد طلبه بغداد اعلن ايضا عن تظاهره تكون بالتوازي مع مليونيه اللجنه المنظمه لتظاهرات ثوره تشرين ردا على الانتهاكات ضد المتظاهرين. أنتم كيف تنظرون للدور الذي يلعبه الطلاب في ثورة تشرين؟ بالتأكيد اليوم حقيقة اليوم أيضا توجهنا إلى 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 جامعة واسط، وكان عندنا ملتقى أيضا مع الطلاب. الطلاب أيضا اليوم كرروا إضرابهم عن ادعاء الدوام، بالرغم من أنه اجت أكثر من دعوة وتهديد مباشر للطلاب بأنه تدعمون إذا كذا، لكن الطلاب على وعيهم كاف وان شاء الله متواطنين على الاغراب العام، او ايضا سيشاركون معنا غدا بالمظاهره المليونيه برفض. طيب، ما اثر وجود الطلاب في ثوره تشرين يعني بالنسبه لكم؟ بالتاكيد كل الثورات في العالم هي تقودها اغلب الاحياء تقودها الطلاب، فبالتاثير بالتاكيد انه اذا الطلاب ما يكونوا موجودين بالساحه اكيد راح تاثر علينا بشكل مباشر، لكن الى الحد الطلاب والمواطنين وعلى وعي كان. طيب، ساحة التحرير أصدرت بيانا قالت فيه أنه جميع الأطراف السياسية اشتركت في قمع ثورة تشرين. إلى أي مدى تستشعر الأحزاب السياسية أو ترى الأحزاب السياسية تزايد الخطر الداهم عليها من قبل الثورة؟ بالتأكيد الأحزاب السياسية الفاسدة المتواجدة بالمنطقة الخضراء هم واعين تماما على الساحه وما يجري في الساحه العراقيه، الساحه العراقيه بالكامل ترفض وجود الاحزاب جمله وتفصيلا، واصبح الخطر هم يحسون بانه الخطر بدا يداهمهم اكثر واكثر، يوم بعد يوم الخطر بدا يداهم السلطات الصنعيه او السلطه المتواجده بالمنطقه الخضراء، ولذلك هم لهم يد كبير بقمع المتظاهرين وترويحهم وتخويفهم. لذلك اكثر الناشطين الموجودين بالساحه العراقيه جاي لهم ترهيب، هسه عن طريق مباشر او غير مباشر جاي يوصل لهم التهديد عن طريق الاحزاب، احزاب السلطه الحاكمه. طيب، هذه الكتل السياسيه داهنت الاحتلال الامريكي وبعد ذلك داهنت الاحتلال الايراني، لكنها نجدها متمسكه بارائها وتقمع الشعب العراقي ولا تداهن هذا الشعب للحفاظ على المناصب أرادت ذلك. يعني لماذا نراها واقفة بالضد من الشعب حسب رأيكم؟ نحن نعي تماما أن كل الأحزاب التي أتت منذ عام 2003 والآن هي أحزاب منتمية إلى دول إقليمية ودول خارجية، ما يختلفون عليها اثنين بين قوسين بمصطلحنا العام. كل الأحزاب الفاسدة الموجودة بالمنطقة الخضراء هم كلهم عملاء، ما نستثني بهم ولا حزب.
بالكامل بدون استثناء. هسه لربما شخص ما يقول لي فلان فلان، لا انا ما استثني اي شخص من الاحزاب المتواجده بالمنطقه الخضراء، هم كلهم تبع لاجندات خارجيه تلعب دورها بالمنطقه وتلعب دورها بالعراق. طيب مع ذلك نجد تصريحات بعض المنتسبين للاحزاب والمرشحين للحكومه وهم يحاولون الركوب على موجه الثوره بتصريحات فيها دغدغه لمشاعر الثوار، الى اي مدى تنطلي تلك الالاعيب على الراي العام ما العراقي؟ ما ممكن ان تنطلي هذه الحيل على المتظاهرين او المعتصمين، ما ممكن ان تنطلي، لانه خلال ال 17 عام مارسوا هاي الاكاذيب والخداع والى سواء كان عن طريق الدين سواء عن طريق المذهب. حتى فكره الطائفيه اصبحت معدومه بالعراق، ولذلك احنا اليوم في ساحات الاحتجاج اليوم ما نسال عن الشخص المن ينتمي او المن شنو ديانته او شنو معتقده او شنو هذه، لا، هدفنا العراق وطلعنا العراق. هاي الثوره المباركه قضت على الطائفيه بالكامل. هذه الاحزاب بكافه صنوفها كانت شيعيه او سنيه او غير او غيرها كانت وما زالت تعتمد على الاسلوب او النفس الطائفي. هذا النفس الطائفي اليوم قد جرمت، بعد اليوم اصبحت مكشوفه الاوراق لدى كل العراقيين واصبحوا مكشوفين امامهم، فلذلك هذه الحيل ما تنطبق علينا ابدا. طيب الى اي مدى استاذ حسين ترى ان الثوره اثبتت استقلاليه، يعني او ان الثوار اثبتوا استقلاليه الثوره والمرابطين فيها ايضا؟ بشكل كبير، اعتقد النسبه تتجاوز ال 100، تتجاوز 99%. نعم. تتجاوز 99%، يعني الشعب العراقي واعي تماما عن كل الحيل، بعد ما تنطبع علينا اي حيله من اي حزب كان. نعم، الناشط المدني حسين الطائي كنت معنا عبر الهاتف من الكوت، شكرا جزيلا لك لانضمامك الينا.